عشان نكون متفقين، انا ما بنصحش حد دلوقتي ان هو يترك الدراسه او ما يخشش جامعه او كده، لا انا بتكلم في افكار من وحي الخيال اما نشوف هتحصل ولا لا. عايز اتكلم شويه عن مستقبل سوق العمل، مجرد بعض الافكار يعني اللي حابب اشاركها معاكم. بس اللي احنا شايفينه لو الناس ملاحظه من اللي اوفس اللي بتحصل اللي هو تسريح العماله الكتيره جدا سواء في الشركات الكبيره او الشركات حتى الصغيره، كل يوم الواحد يقرا تويته ولا بوست ان الناس اترفدت، ويلاقي حتى بصحابه بيكلموا يا عم ده انا اترفدت ومش انا بس، ده 60% من الشركه، اعداد مهوله وحاجه بتحصل فجاه كده بقالها سنه يعني بازدياد جامد. طيب مع اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي وبرده الفكر بتاع ان الذكاء الاصطناعي هيستبدل وظايف كتير ومش عارف ايه وكده، وده حقيقه ده هيحصل، في وظايف قد تكون ماتت خلاص بس لسه سوق العمل ما تاقلمش مع الموضوع، بس لما سوق العمل يتاقلم مع الموضوع الوظايف دي هتنتهي، خصوصا الوظائف المعتمدة على المعرفة او المعتمدة على سيستمز معينة. زي ما قلنا عايز تفهم اكتر يعني ايه وظائف مبنية على المعرفة والانظمة، روح اكتب على جوجل knowledge workers، الجملة اللي طلعت قدامك على الشاشة دلوقتي دي، عشان تفهم فعليا ايه هي الوظائف اللي في خطر. وخلينا نرجع نكمل الفيديو. فالفكرة هنا ان مع تغير ان مع اللي بيحصل ده تصريح العمالة ومع الذكاء الاصطناعي ومع حاجة تانية بقى هي دي اللي انا عايز اقولها كمان دلوقتي، فكرة الاجيال الجديدة اللي مثلا كان عندهم او مولودين في 2010 او مولودين في سنة 2005، جن اللي بيقولوا عليه جن زي تقريبا او حاجة اللي هو اخر جنريشن ده، يعني مولود على الانترنت وهو اوريدي قوي وهو اوريدي في مصادر كتير جدا زي اليوتيوب والمقالات وكل حاجة، طريقة التعلم وطريقة المعلومات المتاحة ليهم مختلفة جدا عن طريقة المعلومات وطريقة التعليم المتاحة للاجيال القديمة. فايه تأثير ده؟ هتلاقي ان الناس دي عندها مهارات اكتر بكتير قوي، مهارات تقنية، يمكن تكون المهارات الاجتماعية او مهارات الكوميونيكيشن والتواصل وكده مش عندهم بنفس الشكل، يعني لان هم محطوطين في عالم رقمي اكتر يعني. وطبعا انا هنا مش قصدي الجيل كله بشكل عام، لا في ناس ضيعوا ومضيعوا وقتها في التيك توك والميق مق ومغامرات عائله حسين وحمديه ومش عايز اذكر اسامي ومش عارف تحدي اكل ايه، ويعني حاجات مالهاش اي لازمه في الحياه. لكن اللي مركز دلوقتي وعايز يجتهد ويطور من نفسه عنده فرص وعنده موارد ما كانتش موجوده للاجيال السابقه، هو ده قصدي في الحته دي. بس التأثير ده على سوق العمل مع الحاجات التانية ان اكيد الحياة مش هينفع تستمر بالشكل اللي كانت مستمرة بيه، اكيد الشركات واصحاب العمالة وكده لازم يتغيروا، قصدي لازم يغيروا السيستم، لان خلاص ما بقاش ينفع ان انا يبقى عندي شركة عين فيها 1000 موظف 2000 10000 والكلام ده. واضح ان بعد كده الناس اللي بالمهارات دي، الناس اللي هي الاجيال الجديدة دي، هيبقى الواحد ممكن يكون عنده كذا مهارة بيوظفهم في كذا شركة مختلفة. يعني ممكن بعد كده ان انا كمبرمج او مصمم من اللذيذ جدا ان انا يبقى عندي مهاره زي مهاره التسويق، مهاره الاداره، لان انا ممكن ابقى بشتغل لنفسي بس، ممكن ابقى بشتغل لكذا شركه وكذا منصوب كذا منظومه وكذا صاحب عمل في نفس الوقت. فبعد كده حاجه اسمها الجيج ايكونومي، يعني اللي هو فكره ان انا ايه معتمد على ان انا بعمل شغلانات صغيره بدون التزام بعقد متكامل مع الشركات، مع شركه معينه مثلا، وان انا ابقى خلاص مكرس حياتي ان انا احاول اشتغل في شركه جوجل، ان انا احاول اشتغل في شركه مايكروسوفت، شركه كبيره ووظيفه وفي الامان وبتاع، خلاص ما بقاش في حاجه اسمها امان باللي احنا بنشوفه دلوقتي ده. فالجيج ايكونومي دي معتمده على ان خلاص الناس هيبقى عندها عده مهارات بتعرف توظفهم في شركات مختلفه، بتاع مصدر دخلها على حاجات مختلفه، والشركه ممكن بقى ساعتها مش هتبقى عايزه تعين موظفين كتير بدوام كامل، لا هو يا دوبك الناس اللي هي ايه في وظائف إدارية مثلا عشان تدير الناس التانية اللي الشركة دي بتشتغل معاها، حاجة شبيهة بالعمل الحر، هي العمل الحر اكشلي. بس غالبا ممكن يصبح العمل الحر الفريلانس يصبح هو ده الطبيعي، هو ده العادي اصلا بتاع سوق العمل كله. يمكن احنا مش جاهزين لحاجة زي كده 100% دلوقتي احنا كبني ادمين واحنا كسوق عمل وطبيعة عالم وكده، بس احنا اظن ان احنا بنتحرك في هذا الاتجاه. مجرد بعض الافكار بقول لكم ان هو دمج الحاجات دي كلها مع بعض اعتقد ده ممكن يكون تاثيرها، موضوع تسريح العماله، موضوع تقدم الذكاء الاصطناعي، موضوع الاجيال الجديده بمهاراتهم المختلفه خالص بسرعه تعلمهم المختلفه، الى جانب ان خلاص اصلا فكره ان انا ابقى بقعد 17 ولا 21 سنه عشان اتخرج من جامعه بشهاده ولسه محتاج اخد كورسات ولسه محتاج اتعرف على طبيعه سوق العمل اصلا عشان فعلا اشتغل ومش عارف ايه وكده، ده حاجه اصبحت يعني اللي هو في منتهى التخلف وما ينفعش تفضل كده يعني. السرعة اللي العالم بيتحرك بيها مش هتسمح لده، فغالبا لازم نظام التعليم كمان كله يتغير، وغالبا ده لازم هيحصل، لإما الموضوع هيسقط تماما. بس خلاص ما ينفعش، ما ينفعش ان انا ابقى لازم اخش اجيب مجموع معين عشان اخش جامعة معينة عشان اتعلم حاجة معينة عشان اشتغل شغلانة معينة، الشغلانات هتختلف، المهارات هتختلف، طريقة التعليم هتختلف جدا. خلاص احنا ماشيين جدا في اتجاه الديجيتال ليرنينج ان كل حاجة غالبا تبقى اونلاين،
كل حاجة متاحة على الإنترنت، فأنا ليه ألزم نفسي وليه الشركات تلزم نفسها بالمتطلبات المتخلفة دي بتاعت المناهج المعينة والشهادات المعينة والمكان ده بس هو اللي بيعلم الحاجة دي بس، اللهم إلا في الحاجة يمكن المتخصصة قوي زي الطب، طب الأسنان، مش عارف إيه، الحاجات اللي هي مش هينفع تتعلمها لوحدك على النت، لا محتاجة مهارة عملية بشكل ما، وقد يحدث تطور يغير برضو في الموضوع ده بشكل ما، يعني هنشوف. عشان نكون متفقين، أنا ما بنصحش حد دلوقتي إنه هو يترك الدراسة أو ما يخشش جامعة أو كده، لا أنا بتكلم في أفكار من وحي الخيال لما نشوف هتحصل ولا لا، فكمل دراستك عادي، خش جامعتك، العالم لسه شغال بالطريقة دي إلى حد ما. خلينا نكمل الفيديو. اللي أنا بس بفكر فيه إن إحنا فعلا دلوقتي في وقت ثوري، وقت جديد خالص، مقبلين على حاجة العالم ما شافهاش قبل كده. يمكن كنا زمان احنا اكيد الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده ما حضرتش الموضوع ده، لما الثوره الصناعيه جت وانتقلنا من فكره الزراعه للصناعه اكتر والمصانع وكده، ده برضو غير العالم بشكل ما، لكن احنا دلوقتي مقبلين على حاجه مختلفه تماما، اللي هو حاجه هتحرك كمان الدنيا دي بشكل سريع جدا، لان زمان ما كانش اصلا عندنا الكومبيتيشن الباور او القوه الحوسبيه او الحسابيه بتاعت الكمبيوترز ان احنا نقدر نتحرك في الحاجات دي بسرعه. يمكن نظريات الذكاء الاصطناعي وكل الكلام ده قديمه جدا من الستينات، بس كناش بنعرف نطبقها، كانش عندنا الداتا او المعلومات الكافيه، لكن في العالم اللي احنا فيه دلوقتي خلاص بقى فيه داتا كتير جدا. احنا الحمد لله تبرعنا بالداتا بتاعتنا يعني لكل حاجه على النت يعني، وده لان احنا بنستخدم السيرفيسز دي او الخدمات دي او المنتجات دي ببلاش، فهم الحاجات دي ببلاش مش عشان يعني زي فيسبوك مثلا وكده، مش عشان سواد عيوننا، لا عشان يلموا بيانات ومعلومات يقدروا بعد كده يستخدموها لخدمتنا بقى ضدنا بعد كده عشان يطلعوا فلوس من الموضوع بشكل ما. فبس يعني مش عايز ارغي اكتر من كده، الفكره بس ان ايه غالبا العالم بيتغير بشكل سريع جدا دلوقتي، لازم الواحد بس يبقى مصحصح للموضوع ده، والشخص اللي عنده مهاره واحده لا يبتدي يركز ان هو يبقى عنده اكتر من مهاره، وان هو مصدر دخله يحاول يخليه مش معتمد على مكان واحد بشكل ما. زي دايما في الاوضاع الاقتصاديه الوحشه او في التطور اللي بيحصل ده بيبقى من اسهل الفرص ان الواحد يعمل فلوس، لان بيبقى في ناس كتير قوي مش مدركه اللي بيحصل ومش فايقه للي بيحصل، فانت لو فايق ومركز للي بيحصل تقدر تستغله، واحنا لسه على وش الكيكه قبل ما ده يبقى العادي خلاص، قبل ما كل الناس تبقى مألوفه او الفه الموضوع ده وعارفه ازاي تتعامل معاه. عايز اسمع تعليقاتكم او عايز اقراها يعني، اشوف بتفكروا بايه، حد بيفكر زيي، حد شايف حاجه انا مش شايفها، مجرد افكار عشوائيه كده مش مرتبه قوي، بس كنت عايز اقول الكلمتين دول يعني. وبس كده، السلام عليكم.